يحيى هاشم العراقي رئيس الجامعة. سلام عليك على رافديك عناق القيم. وسألوا أهلي علي هذول أهلي ويعرفوني أنا بحبي وبغيرتي وبقاع عراقي وما يغيروني ما يغيروني. أقامت رئاسة جامعة الحمدانية اليوم احتفالية مركزية بمناسبة عيد النصر يوم تحرير محافظة نينوى، فضلا بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كذلك أعياد ميلاد أعياد السنة الجديدة، كذلك في أعياد الأخوة اليزيدية. نحن في هذا اليوم وفي كل مكونات ومجتمع في سهل نينوى اجتمعنا لنقول كلا للطائفية كلا للإرهاب. جامعة الحمدانية دأبت ولا زال إن شاء الله تكون منارا للعلم والعلماء. نحن نعمل جاهدين من أجل أن تكون الجامعة هي الجامعة الأولى والأفضل في بين الجامعات العراقية. تشرفنا اليوم بحضور الاحتفالية التي تقيمها رئاسة جامعة الحمدانية حقيقة بمناسبة يوم النصر العظيم، والذي أيضا تزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأيضا احتفاليات جامعة بالطلاب الجدد. ابتداء نهنئ أبناء شعبنا العراقي البطل وأبناء مدينة الموصل بهذه المناسبة العظيمة، يوم الانتصار. هذا الانتصار الذي لم يتحقق لولا بسالة وشجاعة أبناء قواتكم المسلحة الذين سطروا أروع صور البطولة والملاحم في المعارك اللي خاضوها لتحرير الأرض من زنس داعش الإرهابي. حقيقة كانت قصص وبطولات عديدة سوف تذكر على مر التاريخ، لربما بعض منها سيكون دروس يستفاد منها في التجارب في مقاتلة تنظيم داعش. الحقيقة أيضا لابد أن نستذكر شهداءنا الأبرار الذين لولا تضحياتهم لما تحررت أرضنا ولا رسمت الابتسامة على وجوه أبناء وأطفال ونساء العراق. الحمد لله والشكر، عادت نينوى إلى أحضان الوطن و عادت جميع أرض العراق أيضا. وأيضا لابد وأن نحيي الفتوى المباركة المرجعية رشيدة التي كان لها الدور الأساسي في شحذ الهمم ورفع المعنويات من أجل مقاتلة هذا التنظيم الإرهابي. هذا عرس من أعراس العراقيين ويوم من أيام الشعب العراقي نحتفل فيه بيوم النصر. تحتفل جامعة الحمدانية وطلبتها وأساتذتها بيوم النصر العظيم. نهنئ الشعب العراقي ونهنئ الحشد الشعبي ونهنئ قواتنا الأمنية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل إرواء أرض الرافدين، أرض العراقيين. تزامن مع عياد الميلاد المجيد اليوم 17 كانون الأول ذكرى السنوية الثانية لتحرير العراق، أقولها وليس فقط الموصل، أتينا نحن كافة مجتمعات سهل نينوى من أكاديميين ورياضيين وشباب وطلبة، جئنا اليوم نقدم ونحتفل بهذا اليوم العظيم الذي هو يمثل عودة روح الأمل للحياة في العراق. كما تعلمون بعد انطلاقة الفتوى وشرار الأولى لتحرير العراق لبى أبطال الشباب العراقي الفتوى المقدسة من قبل المرجعية، حيث كانت الثمن الحرية التي نحن الآن نحتفل بهذا اليوم بدماء الشهداء، فتحية إجلال وإكرام تلك الأرواح التي خلدت نفسها من خلال التضحيات التي قدمتها.